الموضوع ده ما يفرقش خالص في الموضوع. وبعدين الموضوع ده هيتكرر يعني طبعا. اصل اللعيب بيبقى مش شايف الكوره، الكوره بتعديني فانا عايز انط اجيبها. ما اعرفش ان الراجل قدامي وداخل، انما التهور بقى ان محمود قدامي وانا نازل تاكلينج فيه وشايفه وشايفه ورايح على رجله. بالظبط هي دي تعامل الكابتن اسامه قال ضربه جزاء فبيصفر ضربه جزاء. ماشي ضربه الجزاء هي في الجزاء مثلا دي عقوبه فنيه، العقوبه الاداريه لا كروت. فلو في ضربه جزاء يا كابتن اسامه ممكن ياخد معاها كارت اداري اصفر. الاحمر له مواصفات ثانيه خالص وله ضوابط ثانيه، المكان والطريقه المكان والكلام ده كله ده في ركله الجزاء تحديدا. وكمان في ركله الجزاء ما بقاش فيهم عقوبه مشدوجه، ان انت ممكن تاخد ضربه جزاء وتاخد اصفر ما تاخدش احمر. اقصد اقول انه انت ممكن تحسب قرار بس التعمد بيفرق طبعا. ده في اعتقادي انا التعمد بيفرق، التعمد احمر برضه. انا التهور في مثل هذه الحاله في اعتقادي انا ممكن يكون غلطان. خلي بالك في الاخر انا اعتقد خلي بالك ده اصل هو يا كابتن اللي حصل ايه، ان هناك خلاف او اختلاف حصل ما بين حكم المباراه وحكم الفيديو حكم بالظبط الفار. يعني ده برضه يقول لنا يعني احنا خمسه قاعدين اهو او اربعه حضراتكم قاعدين ما كانش ندهله، ما كانش ندهله في الفار. اولا تدخله ما كان يستحق برضه بحسب الشخص اللي رفض، لانه متعاقد في مكان يعني وهو من كبار الحكام العرب. قال هنا تدخله ما كان يجب لانه اللعبه اكثر وضوحا، والدليل ان حكم المباراه لما راح يبدو انه كان بيبني الايفار على فكره اللمس. الراجل بص قال له مش ده خالص وراح لقراره، حتى قال لمحمد هاني اللي هي فكره بقى ان هو عارف ان محمد هاني مش مؤذي، لكن خلاص هي العقوبه احمر. اتفضل كمل. ما انا زي ما بقول لحضراتكم هي في النهايه يعني اختلافات اوروبا درست النفاعه كابتن. وانا شايفه برضه الراجل لما تلعب 10 قدام الجزائر يعني اندفع على طول بعد الكوره ده، ما خدش يعني اول ما حصل جري على طول للرفع واداله كارت. هو جاي أحمر. يعني جاي جاري على دي. الحكم ايه رايك يا استاذ عصام في طاقم التحكيم عموما يعني؟ طاقم من وجهه نظرك بقى بعيدا عن صاحبك. طاقم التحكيم فيه اثنين، لا صاحبي مش ده لا ما بين يعني الراجل اللي انت لا طاقم التحكيم لا انا اللعبه صعبه. بص يا استاذ بص اللعبه صعبه مغريه يا كابتن. لا لا صح فيها كلام كتير كشغلتنا يعني. بص يا ريس بص هنا يقول لك ما لمس خالص دماغه فما اعرفش. المكان خطير يا كابتن، المكان هو راس يعني تقصد رجله هنا رفعت لفوق فماذا اذا ماشي. وبعدين القفز مش بس مجرد ان واحد بيلعب والتاني عمل رجله كده. انا لازم هو الكره بتعدي فبنط جبت. انت عارف يا كابتن اسلام ده بوزيشن يعني لو تاخد بالك في اعاده الكوره احمد توبه خلي بالك كان سهل جدا يحط دماغه في رجل خاف يحط دماغه. هو كان هيلعب ولما لقى هاني عامل كده عمل كده شويه دي سام. اللي خلت رجل هاني تلمس يا دوب يعني جزء ماشي قد يكون يعني برضو كلام. اتفضل يا اسلام. الثلاث حكام دول الامارات كان عندها حكم اسمه محمد عبد الله ذهب الى كاس العالم دورتين. هم بيعدوا الراجل ده بس انا بشوفه قول لي بس رجال لحضرتك الاثنين المساعدين عندهم جولات في كاس العالم وبطوله اسيا مرتين برضو، وبالتالي كان عنده اخطاء اللي تبين ان هو جاي لكنها لم تؤثر على المباراه. ولا لم يستخدم الكروت الصفراء مع العاب كتيره للمنتخب الجزائري. يبدو انه فكر بطريقه ان دي طريقتهم، لدرجه ان اللاعب 21 اللي خد الانذار الثاني واحنا بنتفرج مع الزملاء قلت لهم الراجل ده ضاع علينا كارت. ويالا للاسف ما عندناش كابتن بقى انا اسف يعني او مجموعه من اللعيبه زي زمان كده يحط ايده ورا ظهره ويقعد يقول للحكم ده مسك مصطفى محمد مره وتريزيجيه مره في هجمه واحده اثنين ورا بعض. لو كان خد الاولاني كان روح. هو يعني بمقياس التحكيم وحسب شويه الخبره اللي عند العبد الله هو 7/10، لكن قراراته اللي ميزها ان ما اثرتش على تكت المباراه. اوكي بس وكمان عدى ضربه جزاء على قناعته هو ورفض الفار بالمناسبه. والفار حمدي فتحي بتاعت حمدي فتحي والفار عليه طبقا للبروتوكول، واكيد كابتن ناصر طبعا اقدر بس الواحد بمجرد المتابعه يعني بيمشي مع قرار الحكم ما دام مصرا حكم الساحه يعني. لا خلاص ما هو ده اللي حصل حتى في في في, في الطرد بالظبط. وهنا كان هناك اختلاف ما بالك اختلاف ما بين الحكم بالزبط. وما بين وفي الاخر كان في عصبيه شويه برضو الحكم يعني بيندفع في القرارات كان في لازم الحكم برضو يبقى ياخد قرار بس يبقى اهدى شويه. ده شعوره انه عارف من لجنته اللي بقى لها 3 ايام شغاله عليه ان انت القادم عشان تبقى نمبر 1 عندهم. جايب لك المعلومه دي عشان كده ان هو بس جميل يا كابتن اسلام انت تواجه الجزائر ب10 لعيبه دي تجربه اضافيه
صحيح. يعني انت لعبت تلعب ماتش ودي ده ماتش كبير. هو انت عارف كمان لما تلعب 10 لعيبه محمود بجمال بالماضي طلع بعد الماتش يقول لك انا ما كنتش عايز اشوف الماتش كده، انا كنت عايز العب ب 11 عشان استفيد اكتر. أيوة بالظبط. المنتخب المصري يعني طبعا. يكمل ب 11 هو أكتر. هو الفار اداله فرصه ان يرجع في قراره، فحتى لو هو قراره سليم 100% هو كان ممكن يعديها، بس انا من وجهه نظري كقانون متهيألي ان هي طرد يعني، واعتقد الحكام ممكن هيختلفوا فيها بس يعني. دي يا اسامه اضعفت من الطقم كله سواء الحكم بتاع الساحه او الفار. بس هو بامانه حشيش النهارده اختلافهم دي هو اضعفتهم هو شويه. هو والاثنين لاينز مان انا شايف انه عمل مباراه كبيره. كويسين على فكره، عمل مباراه كبيره. هو فنيا كويسين عمل مباراه كبيره من وجهه نظري. ما يعني كابتن جوهري رحمه الله عليه كان ساعتي في بعض المباريات اللي قدام كابتن سابا فاكر ممكن ينقص لاعب عشان يخلي الفرقه تمر بتجربه. انا بتهيألي يا كابتن اسلام ان هو الحكم يعني قبل الماتش عارف قيمه الماتش ده وعارف الديربي بتاع شمال افريقيا وعارف العصبيه. انت وانت قاعد مبسوط تحس تتفرج ان انت قاعد على بتتفرج على ماتش في كاس العالم. ماتش في كاس افريقيا يعني حقيقيه. لا والجمهور وصل الحاله دي طبعا. طبعا بص على الجمهور. عشان كده اول حاجه عملتها حييت المهندس سيف الوزيري والمهندس محمد يحيى. ليه؟ لان دورهم الكبير في ان هم ويبقوا مصرين ان هو يتلعب في الامارات، ومجموعه العمل في الامارات برضو روعه. وعارف